طيب احنا قبل الفاصل كنا بنتحدث مع جيمي عن الشكل الهجومي للنادي الاهلي والثلاثي الرائع جدا كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو خلص كهربا ودخلنا في حسين الشحات وبيرسي تاو تاو والشحات تحديدا يا كريم كاشف المساحات في الكره الافريقيه حاليا في دوري ابطال افريقيا افضل اثنين لعيبه بيدوروا على المساحه في الموسم الحالي افضل اثنين لعيبه بيكتشفوا المساحه عشان كده لك كاشف المساحات مع مارسيل كولر هما الاثنين حسين الشحات وبيرسي تاو. ابتدي نستعرض الحالات وشوف التحركات، دايما التحرك عكسي، يا تاو هو اللي بيعمل الباص وحسين بيتحرك، يا حسين هو اللي بيعمل الباص وتاو بيتحرك وفي الحالتين الاتنين عندهم الحساسيه والدقه الشديده جدا، سواء في كرة الهدف، كرة انفراد كهربا الاولى، كرة انفراد كهربا الثانيه، انفراد بيرسي تاو، كرة انفراد حسين اللي بعد الهدف مباشرة، يلا مشي مشي هنمشي أه 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 هنا، دي دي انفراد دي انفراد كهربا من كرة تمريرة بسيطة جدا من مروان لحسين الشحات اول ما بياخد الكره ودي ميزه حسين الشحات الموسم الحالي القرار متحضر ويفرق حسين الشحات عن اي جناح تاني في الكره المصريه او النادي الاهلي تحضير القرار بدري جدا بص التحرك بتاع كهربا القطعة بتاع الكهربا الباص بتاع حسين كمل الفريم اللي بعده ودت الراجل انفراد وهنا لازم اقف عند نقطه التحرك بتاع كهربا كهربا شايف الكره يا كريم بيتحرك وعارف الكره انها تروح من ورا ياسين مرياح راح قابل الكره وحط وخلي بالك جسم كهرباء بدنيا او الفيزيك بتاع كهرباء اقل بكتير من ياسين مرياح ومحمد امين توجاي الراجل بيحط نفسه وبيحط الكوره وبيحط جسمه قبلها وبيروح بيرقص الحارس وبيرجعها لحسين تاني كمل الفريم اللي بعده وبيروح بيرجعها لحسين تاني وبتروح بيشيلها محمد امين توجاي من على خط المرمى انا مش واقف هنا عن ان الكوره انفراد والكوره دخلت او ما دخلتش وضاعت او ما ضاعتش نفس السيناريو بتاع الاختراقات والتحركات بتاع الثلاثي شوف حسين الشحات بيعمل باص من ايه من مكان البلاي ميكر من وسط الملعب بيرسي تاو لما عمل الانفراد بتاع حسين الشحات منين إيه؟ من نفس المنطقه بس بدل ما هي من ناحيه الشمال بتاعه النادي الاهلي من ناحيه اليمين تحس انه في قطع شطرنج بتتحرك اللعيبه بتتحرك اوتوماتيكلي في سيستم بيتحرك جوه النادي الاهلي هات الحاله اللي بعديها على طول بتاعه الهدف بتاع حسين الشحات احنا جبناه هات لي بعديها الكره بتاعت حسين الشحات الانفراد مشي مشي الكره هات الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده بص ارجع هنا بس بس عشان انا هقف عند مروان وهفكرك باللقطه دي هنا بدايه الكوره وصناعة الهجمة والتحول والقدرة وعودة الكرة صاحب الكرة في النادي الأهلي في وسط الملعب أكثر لاعب عنده القدرة على استخلاص واستعادة الكرة هو مروان عطية صاحب, صاحب الكرة بشكل مبهر صح. مروان عطية غلط غلطة واحدة النهاردة في في وسط الملعب هجيبها لك هجيب لك اللقطة ووريك مين اللي رجع جاب الكرة قطع 40 متر عشان يرجع ياخد الكره هو اللي خدها ورجع بنا بيها هجمه اتحولت لانفراد للنادي الاهلي اكيد مروان عطيه مروان عطيه طبعا الاجابه الاجابه دايما الاجابه مرونة. الاخيره مروان عطيه مروان عطيه لاعب موبر <applause> في وسط الملعب على ساعات الكره روح للفريم اللي بعده الراجل قطع الكره دايما القرار وهنا جوده الثلاثي وبص الوقفه بتاعت الثلاثه يا كريم قبل ما نروح للفريم اللي بعده بص كهرباء واقف فين حسين الشحات واقف فين تحت تو التحرك نموذجي الالتزام بالاماكن والمربعات اللي الراجل راسمها نموذج روح للفريم اللي بعده روح الفريم اللي بعده على طول هنا كهربا نزل قطع قبل السنتر باك عشان ياخد الكره خد الخطوتين حطها لتاو ارجع حتى الفريم اللي بعده وشوف بقى هنا ابتدى يعمل الاسبرينت حسين اوتوماتيك كريم قبل ما تاو ياخد الكرة اول ما كهربا استلم لسه الراجل بيستلم بظهره وتاو وتاو خد الكرة حسين عارف ان هو تاو اول ما هو هيتحرك هيحطها له الراجل حطها في المساحه راح الجول الكره اللي بعديها هات لي بقى الانفراد بتاع حسين الشحات اللي بعديها على طول دي بدايتها وهنا ارجع اقول تاني الدور الدفاعي الناس بتتكلم هو ليه مارسيل كولر سيستم يا كريم؟ بنتكلم على السيستم بتاع مارسيل كولر، بنتكلم على حمد فتحي، بص هنا الكرة دي هتروح انفراد، بدايتها هو استخلاص ممتاز ثم تحول عظيم نموذج، نفس السيستم استخلاص ممتاز، حمدي فتحي، اليو مروان عطية، ثم تحول نموذج، هنا بلوك بيعمله حمد فتحي، كمل، الفريم اللي بعده، حمدي بياخد الكورة، التحول كالعادة من حسين، كمل الفريم اللي بعده حمد بياخد الكرة التحول كالعاده من حسين كمل الفريم اللي بعده فريم اللي بعده على طول كمل تاني الراجل قطع الكرة سحب عمل الباس اللي بعده راحت لكهربا هيحطها ناحية الشمال كمل الفريم اللي بعده راحت ناحية الشمال كمل الفريم اللي بعده راحت كمل انفراد لمين وقف هنا اللعيب اللي طلع بالكرة وقت الابستراكشن او الاعتراف بتاع حمدي فتح على 18 النادي الاهلي كان مين؟ كان حسين الشحات طب بص التحول بتاع حسين الشحات فين؟ على ال 18 بتاع الترجي بيروح يضيع اه ضايع الكرة لم ينهيها بالشكل الجيد لكن التحول مبهر نموذج في التحركات بدون كرة وهي قافت عشان كده بقول لك كولر لازم الناس تتعلم من مارسيل كولر افات الكره المصريه انه عندك دفاع في مشاكل كتير الراجل زيرو اهداف في المباريات السته الاخيره في دوري الابطال هدف وحيد في المباريات ال 16 الاخيره عموما انفراد هنا لحسين الشحات تاني مش نتيجه بس تحولات نتيجه قدرات دفاعيه وتنظيم دفاعي عظيم لمارسيل كولر التحول المبهر ده مع الانضباط التكتيكي في الحاله الدفاعيه كرة كبير قوي روح لمارسيل كولر وللثلاثي الهجومي تحديدا